أهلا ومرحبا بكم في موعدكم اليومي نهاية الأسبوع، اليوم الجمعة 21 أكتوبر، برنامج هنا الآن. اليوم نقترح عليكم المواضيع التالية: الأمين العام المقال للحزب الدستوري الحر سيد حاتم العماري يرد في ظل أزمة داخل هذا الحزب تنفيها قيادته، السيد عبير موسى سبق ونفاتها لكن يأكدها السيد حاتم العماري. الحرب ضد داعش من العراق سوريا إلى ليبيا، حرب الأدوار والمصالح المتداخلة. اليوم باش يكون عندنا ضيوف من خارج تونس، السيد نجاح واكيم السياسي رئيس حركة الشعب اللبنانية، والسيد محمد الغصري الناطق الرسمي لقوة البنيان المرصوص التي تقود العملية في سرت ضد داعش. التاسعة في ثوب جديد، بداية من اليوم الاثنين، برمجة جديدة باش نعرضوا أهم مفاصلها وحكايتها مع معز بن غربية في أول ظهور ليه. مرحبا بكم في هنا الآن، نرحب بالسيد حاتم العماري الأمين العام للحزب الدستوري الحر. مرحبا بك سي حاتم. شو نقولوا الأمين العام الحالي ولا الأمين العام السابق؟ كيما تحب، احنا قابلينهم الزوز بكل روح رياضية. بكل روح رياضية، ماني عندك كيف كيف الحكاية؟ لا، هو في الواقع جيت اليوم باش نوضح بعض المعطيات الهامة للرأي العام وللساترة بصفة خاصة. أوكي. لأن الأمور ماهيش بالسهولة هذه، والأحداث جرات في ظرف وجيز، وقع إقالتي أو طردي أو واضح كما تحب تقول، ولهذا فما معطيات فما معطيات. البارح كنت عملت كونفيرونس دو بريس. نعم. نشوفوا التقرير هذايا ونبداو نحكيو معك. تفضل. رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تقول إنه إعفاء أمين عام الحزب حاتم العماري جاء على خلفية عدم انضباطه لتوجهات الحزب، وهكا مفات ما تم تداوله حول طرد العماري بسبب صورة مع أمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق ورئيس حزب المبادرة الوطنية كمال مرجان. الطرد ماهوش كان على الصورة، فما مخالفات أخرى كبيرة وموثقة صوتا وصورة وكتابة. حاتم العماري اللي تم إعفاؤه من مهامه كأمين عام للحزب الدستوري الحر عبر عن رفضه القاطع للقرار اللي اتخذته رئيسة الحزب والمتمثل في طرده من الحزب. هذا القرار اللي فاجأ الجميع اللي كانوا يعطيوا في أمل لهذا الحزب الناشئ اللي عقد مؤتمره منذ شهرين بحضور عدد وفير، وكان يمثل فرصة للم الشمل الدستوريين. عبير موسى أكد أنه إعفاء حاتم العماري كان بطلب من كل أعضاء الحزب وماهوش قرار تعسفي، الأمر اللي استنكره حاتم العماري، وأكد أنه باش يقوم برفع قضية ضد رئيسة الحزب. ثم قرار اتخذ بإجماع الديوان السياسي، ماهوش قرار شخصي وماهوش قرار عنا كلان ضد كلان. للأسف شاق انشقاق، احنا شرعيين، احنا موجودين، القضاء بيننا. مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي تمر به البلاد، كثرت التوترات داخل الأحزاب السياسية من إعفاءات وشقوق متنوعة، وتبقى آمال المتابعين بأن تجد الأحزاب السياسية حلول مشاكلها وتنكب لحل مشاكل البلاد. سيد حاتم العماري مرحبا بيك. السيد عبير موسى تكلمت، العباد شافتكم مع بعضكم منذ شهرين، هزين مع بعضكم المشعل، سلمه لكم السيد حامد القروي، فإذا بها بعد تقريبا شهر ونصف يعني تفاجأ الساحة السياسية بهذا البيان، بيان مباشرة يعني إقالة السيد حاتم العماري من منصبه كأمين عام الحزب الدستوري الحر، وليس فقط ذلك بل إخراجه خارج الحزب، طرده خارج الحزب. عبير موسى يعني لو أنها صرحت لكان ذلك هينا، ولكنها لمحت، قالت أنا ما نحبش نقول الأسباب حماية للسيد حاتم العماري ولسمعة السيد حاتم العماري. مش معناها والله شو نقول لك، أنت تفاجأت وإحنا كنا تفاجأنا، والساحة السياسية خاصة الساترة، لأن حاتم العماري ما جاش البارح، عنده 30 سنة في الساحة السياسية، دام اللي هو شاب قيادي في الطلبة وفي الهياكل المحلية، فما 10 سنين يعني معتمد، فما 4 سنين كتب عام ولاية، فما عامين والي، أنا مخضرم نسمى قريب للكبار يعني اللي نشط معاهم القيادات التاريخية للحزب وزاد المنظمات الشبابية والطلابية اللي نسمى أنا مؤسس مع الأستاذ محمد الغرياني في منظمة رابطة التجمع. بطبيعة الحال اليوم هالتشكيك هذايا والتشويش هذا وال يعني التشهير ومحاولة التشويه، والله أنا نستغرب كبقية الناس. نحب نقول أنه الحزب هذا مازال كيبدا منذ شهرين عقد المؤتمر نتاعو، مازال الناس تهني فينا بالمؤتمر وبنجاح المؤتمر. مازلنا حزب صغير، ما نغلطوش في رواحنا، ما عندناش هياكل كامله، ما عندناش مقرات، مازالت يعني عدد البطاقات الانخراط ما يفوتوش 2000 2500. يعني احنا حتى في الاحكام الانتقاليه للنظام الاساسي تقول انه المؤتمر خول القياده باش تواصل تركيز الهياكل، ما حيث احنا ما نغلطوش وما نقولوش احنا عندنا هياكل وعندنا مؤسسات وعندنا لجنه نظام، خاصه هذه اللي عمري ما سمعت بها انا وقتاش تكونت. لجنة نظام لازم تكون معروفة، أصلا مش موجودة لجنة نظام، أقرها المؤتمر وانتخبتها. لا لا، تشكيلة لجنة النظام باش نعطيك الأحداث كيف صارت يعني بالتاريخ بالنهار بالنهار، لأن هذا للتاريخ، لأنه الحزب هذايا كان يمثل أمل ربما للساترة باش يساهم في لم الشمل وربما تقريب وجهات النظر، ولكن تصرفات ما نقولش عليها تصرفات ربما متسرعة متشنجة خليت أنه هالامل هذايا ربما باش يضيع للاسف الشديد مره اخرى، فرصه نضيعوها على رواحنا لاسباب واهيه مش موجوده. كيف هي الاسباب واهيه؟ انا نعطيك انا ربما فكره التخلص من الامين العام، لان هذايا طرد علاش جا توا وكيفاش وشكون وراه علاش. ونعطيك انا يوم 6 اكتوبر لما وقع دعوتنا لحضور لقاء دبلوماسي في السفاره المصريه، مشيت انا والاستاذه عبير موسى، وكان لقاء قدام من مجموعه من الضيوف حتى الوقت حباب انتم ولا حباب نهار فما حد شيء نهار 6 اكتوبر حباب والناس الكل شافتنا مع بعضنا نضحك ونفدلكوا ومعنا ضيوف ومعنا كذا لين روحنا لاباس والامور عاديه. وخذيت وقت تصاور، شفنا تصاور خذاهم لنا تصاور ما خذيناهمش احنا، خذاهم لنا تصاور بحضور سي كمال مرجان وسي محسن مرزوق وهو كذلك. يوم 7 اكتوبر ما تقبلناش، نهار 8 اكتوبر عمل الاجتماع الديوان السياسي 10 الصباح، دخلنا الاجتماع الديوان السياسي لقيناه موجه ومتشنج وعلى 20 نقطة في جدول الأعمال. النقطة الأولى هو السلوك والتشنج واحترام التسلسل الكذا وكذا، بحيث الاجتماع أبدأ بداية متشنجة متشنجة تجاهك أنت تجاهي أنا. شنو اللوم؟ هو اللوم هو احنا تعرف مليح سي بورين، احنا في بداية الحزب كنا يعني تحت ضغط وكنا الوقت يعني حصرنا، كنا عندنا إمكانيات ضعيفة، كنا ما ديما ربما نلقاو صعوبات، فيتشنج الأمور عادي جدا ما بين يعني زوز زملاء اللي هما احنا شركاء نسميو، لأن سي حامد القروي لما سلمنا الزوز كمنسق عام وكمدير تنفيذي، فهذه الأمور تصير والتشنجات تصير، ومنذ حتى قبل المؤتمر صارت، ولكن تقف غادي. قلنا احنا خذينا على عاتقنا انه الحزب ما يتمسش، نتشنجوا نتعاركوا ويقف غادي، ولكن يوم 8 اكتوبر اجتماع الديوان السياسي يعني الامور متوجهه نحو اسهب، يعني لان احد الاخوه قال ما فهمت شيء فسروا لي شبيكم داخلين في الراجل، فطلعنا في الكلام في اطار الاحترام لان التسجيل موجود فما كاميرا، فلقيت الناس الكل حاضره وتروح حاضر وكذا، انسحبت. لما انسحبت اش صار؟ نفس الاجتماع تحول الى لجنه نظام، تحول لجنه نظام بنفس الاشخاص، والاربعه تاع العشيه هذا صار في حدود ماضي ساعه اصدروا البيان، جاني قرار التجميد، اسرع قرار تجميد في تاريخ الاحزاب السياسيه. وش يقول فيه قرار التجميد؟ انا هوني باش نرفع بعض الاشياء اللي مش ساحه، لان رئيس الحزب تقول انا ما عنديش مشكله معاه، هو مع المشكله مع الديوان السياسي، انا اتحدى اي كان انا علاقتي طيبه مع الجميع، ولو كان فما شيء راهو ظهر قبل، علاش ظهر يوم 8 اكتوبر. يقول وبعد الاطلاع على محضر جلسه لجنه النظام اللي غير موجوده وتركيبتها غير معروفه وغير محايده ولم يقع التعريف بها اثناء المؤتمر، ويلزم فيها اجراءات هذه لجنه النظام، ماهيش لجنه النظام كيك تجتمع في كل وقت، وتركيبتها يلزمها تكون من خارج ديوان سياسي يرأسها احد اعضاء ديوان سياسي، ولكن هي كلها هذا على مستوى الشكل. اعطيني المضمون والمتضمن دعوه رئيس الحزب لاتخاذ قرار تجميد عضويه الاخ امين عام. يعني المشكل مش مع اعضاء ديوان سياسي، المشكل معها هي. حتى لتوا السيد حاتم ما قلتليش يلوموا عليك شنو. نواصل عليك، نواصل معك. يوم 6 اكتوبر الاحتفال، يوم 7 اكتوبر هبطت الصوره. الصوره هذيك خلقت بلبله وحسابات على اساس. ما تقوليش لمجرد صوره انت يتم تجميدك وتردد. انا نعطيك شكتب نهار لحد شنو تكتب في الفيسبوك من طرف رئيس الحزب. رئيس الحزب تخاطب في الناس في الفيسبوك وتوجه في اتهامات اللي هي للامين العام. بعد ما قالت انه هذه العمليه صارت في بعض دقائق وسلمنا على بعضنا وكذا. النقطه الرابعه ان ربط علاقات ومحاولات فرض تحالفات باعتماد سياسه الامر الواقع من طرف اي مسؤول بالحزب مع اي طرف سياسي لم يتخذ الديوان السياسي وهياكل الحزب قرار في التعامل معه. لا يلزم الحزب، حتى الان متفقين في شيء، ويوجب اتخاذ قرارات موجعه وصارمه في هذا الشان، وسيكون للحديث بقي. يعني انت متهم، خليني نفسر، معناها متهم من خلال التصوير هذيك في السفاره المصريه انك انت تهندس لتقارب مع السيد محسن مرزوق ولا السيد كمال مرجان بالضبط. لوم عليك على شكون؟ هو هندسه التقارب يصير في اجتماع فيه 200 واحد يا سيدي نفترضوا، لكن نحب نفهم. احنا التهم موجوده منذ مده والثقه للاسف الشديد غير موجوده. والتهم توجه لعلاقتي مع محسن مرزوق باعتباري انا قيادي قديم في الطلبه وكنت مناضل في سنوات الجمر في الجامعه مع محمد الغرياني وغيره في منظمه طلبه التجمع، وعلاقتي بالمحسن مرزوق وغير محسن مرزوق موجوده في اتحاد العام طلبه تونس واتحاد العام التونسي للطلبه. سيد حاتم كيف تجيب وبكل بشكل مباشر أنك تلقيت أموال من السيد محسن مرزوق؟ البينة على ما ادعى. يعني الكواليس هناك وقت اللي يقولوا احنا ما نحبوش السرقة. البينة على ما ادعى. البينة أموال الواش. اليوم ولينا نحكيو في الساحة السياسية على خلايا نايمة في وسط الأحزاب، مثلا السيد محسن مرزوق اتهم أنه عنده خلايا نايمة داخل حركة مشروع تونس، وها بدينا نشوفه في الحكاية هذه، وكان يلمح للذين أعلنوا اليوم المعارضة. أنتم كيف يبدو أنه تم اكتشاف كان كنت خليه نايمه داخل الحزب الدستوري الحر. كيف ترد؟ كان انا بالخطوره هذه وبالحجم هذا وبالاهميه هذا في حزبنا مازال كي بدايره، حزب مازال صغير مازال جديد. هل احنا توا معترف بنا؟ ما شاركوناش لا في الوحده الحكومه الوحده الوطنيه، لا في المفاوضات، لا استدعونا في اجتماعات. علاش هالغرور احنا مازلنا صغار، نعملوا في حزب للمستقبل، كان امل للناس، تزدموا معناتها وكان فما الهاجس تاع المؤامره ومتاع الانقلابات وكذا، لين في الاخر بكل تم الانقلاب ولكن سيكون انقلاب فاشل باعتبار انه لا اجراءات قانونيه محترمه. لا ما وقعش الاستماع ليك. انا اللي صار نكمل لك، نهار الاجتماع الديوان السياسي اصدار القرار، نهار اللي جاني استدعاء للجنه النظام ما مشيتش لأن هذه غير موجودة، أنا كأمين عام ما سمعتش بها، تركيبتها غير موجودة، يعني فما أجال تستدعيني في نهار في جمعة في 3 أيام، كذلك شنو هي التهمة؟ التهمة اللي جاتني سي برهان. أيوة. التهمة اللي توجهت لي لحضور أمام لجنة النظام، اش تقول التهمة؟ هو تصرفاتك، هاي سيدي تصرفاتك التهمة، نظرا لتصرفاتك اللي قمت بها أثناء الاجتماع. شنو تجم تكون هذه خطورة التصرفات أثناء اجتماع والكاميرا موجودة؟ شنو مدى خطورة الاجتماع؟ ما وعيتنا على بعض عادي جدا. واضح. يعني التهمة هذه تبدلت من اللي كانت تصرفات أثناء اجتماع الديوان السياسي. واضح. نهار السبت نهار الأحد خرجت الصورة، نهار الاثنين ولات تهم أخرى فضفاضة، وهاو تشوفوا القرار. وبربي فما مغالطة أخرى نحب نرفعها بالمناسبة، هذايا الإجماع والإجماع. الديوان السياسي هذايا يتبدل كل يوم، فما قائمة. الديوان السياسي هذايا فيه راجل ومرته. انا ما في باليش اللي فما يعني كوبلوات في وسط الديوان السياسي، ما في باليش اللي فما اعضاء تزادوا. فما 5 أعضاء تزادوا، وهذايا معمول في كل القرارات اللي قاعده تاخذ فيهم رئيس الحزب، باعتبار احنا في الاحكام الانتقاليه قلنا معقول هذايا انه في طور يعني التركيز الهياكل. نواصل معاك سي برهان. بإيجاز جاء قرار التجميد نهار الثلاثة. هوني ساعة نكمل لك أنا شنو اللي قالت فيه هذايا موثق. الصورة هذه علقت على أحد الأخيان، قالت له عمل مشين وخارق للضوابط الحزب. الصورة هذه الصورة واضح. وقالت محاولة ترويجها هذايا تتسمى يعني تهمة لأنه ربط العلاقة في هاك اللقاء هذاك هو من شأنه باش نعملوا بيانات ونعملوا مثلا تكتيك وباش نعملوا خطه مع بعضنا، لان الامور هذه تصير احنا امام ملاء وقبل بعام من الانتخابات، فما حتى مناسبه تو مش عارف كيف الموضوع هذاك واضح. سي حاتم اللي صار ما عادش عندي وقت توا، انا حاجتي توا ندخل في السؤال الاخير. هالعركه هذه ما تصورهاش طعنه اخرى في الظهر هالمشروع هذايا اللي قاعد يتخبط في مكانه اللي هو توحيد الستر والعائله الدستوريه، كلما ولد مشروع الا ولد شبه ميت. صحيح، وانا نقول لك فما ايدي خفيه. الفلوس اللي تتهم بها انا نقول منين جات الفلوس باش نخرجوا من المقر في ظرف 24 ساعه في الليل باساليب يعني في بالنا بها فتناها ما عادش نعاودوها، يتحل المقر اللي هو انا مكري باسمي انا، وانا قدمته للحزب في 9 ليلا، ثم يرفعوا الاثاث اللي انا هبته للحزب واضح. وبكل يعني اريحيه، انا عمري ما كنت نخمم باش نسحب الاثاث او غيره، الاساليب هذه. ثم التهم اللي قاعده تخرج كونه فما اشياء خطيره ما نحبوش نصرحوا بها، بالله يقولهاش مازال هو بعد التشهير هذايا في الجرايد وكذا، فنقولوا لي جي ونقولوا لي فما، واحنا نتحملوا مسؤوليتنا. نحب نقول انه هذايا علاش جاء في الوقت هذايا، لواش، شكون وراه الاموال هذه اللي احنا نعرفوا حزبنا ضعيف ماديا، الديون اللي توا مازالت مش خالصه نتاع المؤتمر، ففي ليله معناتها في عشيه وضحاها سبحان الله قدمنا خلصنا الملاك واضح. 6 اشهر بالمسبق، وباش نمشيو نكريو في مقر اخر يعني 4 نجوم، ومن وراء هذه العمليه واضح. وفي مصلحه شكون؟ انا نقول لك بايجاز مصلحه شكون، لان حاتم العماري بعلاقاته وبمسيرته النيره تلت 30 سنه في كل المراحل، وهو يسمى علاقه مضيئه مع بقيه الاطراف اللي يخافوا منهم واللي ما يحبهمش يدخلوا الحزب، لان يحبوا الحزب مسكر على مجموعه معينه من المعجبين ومن الناس اللي ربما ما تعرفش حقائق الامور. احنا هذه فرصه ضيعناها للحزب للاسف الشديد، لان كان فما امل باش ناس تدخل، والناس تفاجأت وحست انه فما شيء غريب عجيب. قرارات متشنجره، رئاسه الحزب تبعث تنبيه للامين العام الحزب عن طريق الفيسبوك وتاخذ اسرع قرار يعني تجميد وطرد، هذا سيسجل في ليزانال نتاع العمل السياسي وسيدرس في الجامعه للاسف الشديد. حاتم العماري الامين العام للحزب الدستوري الحر، شكرا جزيلا على الحضور وعلى هذه التوضيحات. اهلا وسهلا. الحرب ضد داعش من العراق، سوريا، ليبيا، حرب الأدوار والمصالح المتداخلة، نشوفوا التقرير ونستقبل ضيفي. العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، وما زالت قائمة الدول العربية والأجنبية المستهدفة من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة داعش طويلة، هذا التنظيم الساري كالورم الخبيث في جسد المنطقة. لكن اليوم تطورات جديدة تستهدف محاولة استئصاله، فبعد نحو 2 سنتين من سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل، أطلقت الحكومة العراقية عملية عسكرية ل 17 أكتوبر لاستعادة المدينة بمشاركة 45,000 من القوات التابعة لبغداد وقوات الحشد الشعبي وقوات حرس نينوى، إلى جانب دعم التحالف الدولي والبشمركة. وحاصرت قوات مختلفة على رأسها البشمركة والجيش العراقي المدينة من عدة مناطق موزعة على جبهات الشمال والجنوب الشرقي. المنطقة الجنوبية الشرقية تبدأ من الجيارة جنوباً ويمتد بمحاذاة النهر إلى مدينة الموصل، بينما يبدأ المحور الشرقي من عمق أراضي إقليم كردستان وتمركزت به قوات البشمركة وجزء من الحشد الوطني السني. في مستوى المنطقة الشرقية تسعى البشمركة إلى السيطرة على قضاء الحمدانية وناحية برطلة ذات الغالبية المسيحية على مسافة 10 كيلومتر من مركز الموصل، ليواصلوا طريقهم نحو المنطقة الشمالية الشرقية. سوريا هي الأخرى تعيش حربها، قصف مستمر متواصل من طرف قوات النظام بالتعاون مع القوات الروسية المتمركزة في أهم القواعد العسكرية السورية وعلى الجبهات ضد ما يعرف بداعش، حرب يدفع ضريبتها المدنيين من الأطفال والمواطنين العزل. وين أعلن رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي أنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في حلب لمدة 3 ساعات إضافية، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى فسح المجال لإخلاء الجرحى والمدنيين. يا شيخ إن شاء الله بسيطة يا شيخ. نصل الآن إلى الجارة الشقيقة ليبيا، التي تعيش الصراع مضاعفا، فلم يكفها صراع محاربة الجماعات المسلحة المنتمية لداعش ليأتي صراع السلطة والسياسة بين فرقاء السياسيين بها، وسط مخاوف من اندلاع المزيد من المعارك بين الميليشيات المسلحة المتصارعة في العاصمة طرابلس، بما يهدد بتقويض الاتفاق الدولي على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. سرت هذه المدينة الساحلية الليبية تعيش هي الأخرى حرباً يشنها مقاتلون ليبيون موالون لحكومة الوفاق الوطني يحاولوا إحكام سيطرتهم تدريجياً على آخر معاقل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية اللي تراجعوا إلى الحي رقم 3 ويرفضون الاستسلام على الرغم من الحصار ومن الضربات الجوية الأمريكية لأكثر من عام. الحرب التي فرقت هذه الدول لم توحدها إلا تصريحات المسؤولين الأمميين الدوليين، ولم توحدهم إلا راية الأمم المتحدة وطاولات اجتماعاتهم. اليوم الكل متفق على ضرورة محاربة التطرف والإرهاب، أي محاربة داعش. اليوم هي حرب تعصف بالجميع، هدفها تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. على رأي كوندليزا رايس، للخروج منها يجب القضاء على النزاعات والصراعات الإقليمية إلا في غياب الهيكلة التنظيمية وانعدام الرؤية الاستراتيجية وضبابية الأهداف ستجعل من فكرة الحرب على الإرهاب تتحرك في مكان وزمان لا يخدمان سوى المنظمات الإرهابية، كونه مخترقاً من دول إقليمية ودولية من أجل العمل على ظهور جماعات متطرفة، وبالتالي تحقيق مخططات التقسيم في دول المنطقة والهيمنة على موارد واستقلالية العالم العربي. ارحب بالسيد نجاح واكيم السياسي رئيس حركه الشعب اللبنانيه. مرحبا بك استاذ نجاح، فرحانين باستقبالك. ايضا رحب بالاستاذ محمد الغصري الناطق الرسمي باسم قوه البنيان المرصوص التي تخوض المعركه ضد داعش في سرت. مرحبا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا بك. ابدا الحديث مع الاستاذ نجاح. يعني اليوم هناك معركه متفجره تمر شرقا من العراق، تمر من سوريا، تصل الى ليبيا، تداخلت فيها الادوار، لم نعد نعرف من مع من كان يوفر لداعش المظلة لتخوض حربها داخل سوريا، الآن يقصفها في العراق، أقصد الطائرات التركية وتركيا. الأمور يعني تداخلت، لم نعد نعرف من مع من. وضعية مشروع التحرر الوطني العربي الآن في سياق هذه الحرب مع داعش، يعني أين موقعه في أي سياق سيد نجاح؟ أولا ما هي داعش؟ وأيضا المنظمات التي يطلق عليها البعض منظمات جهادية أو تكفيرية أو في الحقيقة كل هذه من أنشأها؟ أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية، تمولها الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، السعودية وقطر، وإسرائيل ليست بعيدة. لماذا أنشأت هذه؟ في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع في المنطقة، إعادة رسم أو أولا تشكيل نظام إقليمي في المنطقة تابع للولايات المتحدة يرتكز على 3: إسرائيل، تركيا، إثيوبيا. لنجاح هذا المشروع يجب تفتيت البلاد العربية، خاصة تلك التي يمكن في ظروف ما أن تنهض أو أن تملك القدرة على مواجهة إسرائيل. من شروط نجاح هذا المشروع أن تتغلغل إسرائيل في الجسم العربي. طبعا هذا يفترض أن تغرق المجتمعات العربية في نزاعات دموية كهذه التي نراها. يجب إسقاط سوريا بنظرهم، لأن سوريا بموقعها الجيوستراتيجي في المنطقة، إذا سقطت سوريا فإن منطقة المشرق العربي كلها سوف يعاد رسم جغرافيتها، سوف تسقط. إذن كل هذه داعش وغير داعش ما هي إلا أدوات لتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في منطقة المشرق العربي لتفتيت الأمة العربية وإخضاعها بالكامل. الذين تلتبس عليهم الأمور هم الذين يتأثرون كثيرا بهذا الإعلام، خاصة الإعلام الذي تموله أنظمة النفط. ونحن نعرف كنا نتحدث عن علاقات سرية قائمة بين هذه الأنظمة وإسرائيل، الآن باتت علنية، وسائل الإعلام تنقل عن الزيارات المتبادلة بين وفود سعودية وقطرية مع الكيان الصهيوني. هناك تحالف موضوعي بين هذه القوى من ضمن المشروع الأمريكي. من شروط نجاحه تفتيت الأمة العربية أو زيادة تفتيت الأمة العربية، من ضمن شروط نجاحه افتعال صراع قوي في المنطقة على أساس مذهبي سني شيعي، لأنه عندما يتم تصوير الصراع في المنطقة على هذا النحو فهذا يبرر لعدد من الدول على سبيل المثال السعودية، قطر، بلدان الخليج، أنه في ظل هذا الصراع الكبير لا بأس من التحالف مع الشيطان، والشيطان ليس بعيدا، هو في قلب المنطقة يعني إسرائيل. بالنسبة لداعش، ما يجري في العراق ليس ضربا لداعش. لماذا؟ هو دفع داعش إلى شمال سوريا بغية تقسيم سوريا وإطالة أمد النزاع ومنع حل المسألة في سوريا، يعني زيادة استنزاف الدولة السورية واستنزاف روسيا التي تقف كحليفة لسوريا. ما يجري في العراق هو دفع لداعش لكي تأتي إلى الشمال الشرقي من سوريا، الرقة، دير الزور، الحسكة، وهذا ما يفسر كلام مسؤولين أمريكيين ما فيهم على رأسهم الرئيس أوباما عندما قال إن سيطرة النظام على حلب لا ينهي الصراع في سوريا، لا ينهي الصراع لأنهم يدفعون بداعش إلى هذه المناطق لكي يستمر الصراع في سوريا. يعني نجاح واكيم، أنت يعني تتبنى مقاربة أن ما يحصل الآن في العراق في معركة الموصل ومشاركة هذا التحالف الدولي الواسع بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، وتركيا في ضرب داعش هي عملية لدفع داعش للذهاب بالضبط للشمال السوري في إطار لعبة الضغط، التسوية النهائية للوضع في سوريا وتقسيمها. صحيح. يعني هذا هو ألا تعتقد ألا يمكن أن يكون الأمر إعادة صياغة موقف جديد من داعش؟ داعش ممكن أن خلقتها هذه القوى كما تقول، ولكن الآن حان الوقت لقتل الرضيع بعد أن تحول إلى مسخ. قتل الرضيع كيف؟ هي الولايات المتحدة لم تخلق داعش فقط، خلقت كل هذه المنظمات، ولدي تقارير كثيرة حتى من داخل الكيان الصهيوني عن العلاقة بين هذه المنظمات وإسرائيل. هم أنشأوا هذه المجموعات وهم يديرونها، وعندما تخرج عن إرادتهم أو تشذ يؤدبونها ويعيدونها إلى بيت الطاعة، وهذا ما يجري الآن. يعني نحن نعرف أن العراق أو معظم العراق سقط بيد داعش من دون أحيانا من دون طلقة رصاص. يعني هل يصدق أحد أن الموصل سقطت خلال 24 ساعة؟ نعم نعم. أية قوة هي هذه الداعش لكي تتمكن من إسقاط الموصل خلال 24 ساعة؟ نعم. إذا كان في الأمر سر، والآن نحن نسمع أن داعش تنسحب في أماكن كثيرة يدخلها الجيش العراقي وتدخلها قوات أخرى من دون أيضا أن تقاتل داعش. لماذا؟ لأن التوجيه جاء لهذه المجموعة لكي تذهب إلى الشمال الشرقي لسوريا. واضح. دعني أسأل السيد محمد الغصري، جاءنا مباشرة يعني من ليبيا، معركة سرت وجه آخر من وجوه هذا الغموض في المعركة ضد داعش. يعني الجميع في ليبيا كان يعرف أن داعش تتحرك في سرت بكل حرية، وأن مقاتليها الآتين من كل بقاع العالم يدخلون ليبيا بكل حرية. لماذا اتخذ القرار الآن في علاقة بحسم المعركة مع داعش؟ ما هي مواصفاتها؟ أولا ماذا بينا أخبار من الجبهة مباشرة، ماذا بينا معطيات أيضا سيد محمد، نحن لا يمكن أن تمر دون أن نسألك حول هل فيه تونسيين الآن يجري، يعني شفنا مشاهد جاري القبض على عديد التونسيين الذين يقاتلون مع داعش هناك في ليبيا. الآن إذا أردت أن تعطي توصيفا للمرحلة التي وصلتها المعركة ضد داعش في سرت، هل نحن في الربع ساعة الأخير أم ما زالت المعركة طويلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية إلى الشعب التونسي الشقيق وإلى إذاعة وإلى الحكومة التونسية وإلى طاقم الإذاعة في قناة التلفزيون 9 التونسي. طبعا توقيت العملية ليش اليوم أو من شهرين، عملية البنيان المرصوص بدأت، ليش ما بدأتش قبل سنة أو سنتين؟ هذه أمور الحكومة، الحكومات السابقة ما تطرقتش الى حرب داعش بقوه. هذه من جهه، والجهه الاخرى ان داعش لسوء حظ داعش ان اقترب من حدود مدينه مصراتة، ان هجم على بوابه بوغرين واقترب من بوابه سداده، تبعد كوبري سداده يبعد على مصراتة تقريبا 80 كيلومتر. حينها قررت يا بودة لداعش نفس بعدها بيومين اعتقد، بفترة وجيزة تم تشكيل غرفة عملية مكافحة الإرهاب. نحب نسألك بدقة، عملية البنيان المرصوص هي عملية تقودها يعني حكومة السيد، حكومة السيد سراج، يعني نعم حكومة نعم الوفاق الوطني في طرابلس، نعم يعني عملية البنيان المرصوص تجري بإشراف حكومة الوفاق الوطني، حكومة السيد سراج المدعومة دوليا. المجلس الرئاسي هو اللي صدر القرار رقم 1 بتاريخ 5/5 بإنشاء غرفة لمكافحة الإرهاب المتمثل في داعش. بالضبط. إذا وين وصلت المعركة الآن؟ الآن وصلت المعركة، احنا اختصرناها جززناهم كل الأمور هذينا. الآن داعش في مربع 500 متر مربع. 500 متر مربع. بالضبط. داخل سرت. أقل من نصف كيلو. أمس قوات البنيان المرصوص تقدمت على عمارات 600، تقدمت طهرت كثيرا من مباني عمارات 600، ما زال جزء بسيط. اليوم تقدموا هذا على لو لم تخني الذاكره، هذه عمارات 600 ظهر لي اخر الاماكن التي تحصن بها العقيد القذافي، ظهر لي في سرت، ولا كان موجود في احدى العمارات هذه 600. المنطقه انا ما نعرفش بالضبط جغرافيه اي ولا لا فاصل. هذه بقوسين هن في صدف صار في الحرب. طبعا الحرب في 2011 استفادوا من الاستراتيجية اللي صارت فيه داعش. آخر معاقل كان فيه القذافي كان في الحي رقم 1 والحي رقم 3، مش من العمارات 600. واضح، هذا صحح لي. نرجع هذه قضية أخرى، لكن حتى دواعش تحصنوا في الأماكن دي. المهم الآن الدواعش في مساحة 500 متر مربع، يقولوا منطقة الجيزة البحرية تحد بالبحر، وعمارات 600 تحد كذلك، تحد بالبحر. احنا نقولوا تو المعركة في نهايتها، قادة كثر من داعش تم قتلهم، أعداد كبيرة جدا من في توانسة، فيه مصريين. بالضبط. اعطيني ماذا وجدتم؟ شكون هم المقاتلين اللي كانوا يقاتلوا في معناها باسم داعش في سرت؟ من هم؟ شكون القيادة؟ شكون الواحد؟ شنو كانت القيادة منصبة في شخص اسمه حسان الكرامي، جنسيته ليبي. ليبيا كان هو الذي يقود. كان هذا هذا يعتبر كبير القادة الموجودين. ايوه. بالاضافة قادة فيه من مصر اللي تم القضاء عليها، أبو تراب المصري، أبو حذيفة اليمني. سمي ولا حرج. القادة بالكامل كانوا متجمعين في سرت، وكانت سرت تهدد في تونس، في فرنسا، في جنوب البحر المتوسط. كان كل العمليات الإرهابية تنطلق من 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 من, من سرت، ويجري تخطيط لها من سرت، وتجري لها التخطيط من سرت. والدليل ان الحمد لله تونس من شهر 8 خف عليها الارهاب، ما عادش في عمليه تفجير. كذلك فرنسا اعتقد ان فيه تحليل بسيط ان خف عليهم الارهاب. فيه العدد التونسيين، تقديرك العدد التونسيين؟ بالنسبه للاعداد ما تشدنيش على الاعداد، لكن عموما تقدير المقاتلين التوانسه كثر، يعني كم يقدر؟ اعداد قلت لك، اعداد ما تخلينيش نتكلم في حدود على حتى في حدود ما نبيش نتكلم عليها. احنا عندنا موثقين كل شيء موجودين، اللي هم ميتين تم قتلهم من داعش متحافظين بهم وموجودين في جهة أمنية في داخل تتبع الغرفة. الناس اللي هم مسكناهم أحياء أسرى موجودين عند جهة أمنية تتبع الغرفة. في إطار أنا نقول لك تساؤلات موجودة الآن منذ تقريبا أسبوع، جاتنا أخبار نحب نتساءل فيها تتأكدها وكذا، في معاملة الأسرى، في معاملة الأسرى اللي يتم القبض عليهم هناك بعد على هامش العملية الجارية في سرت. قضية هذه اغتصاب اللي يتعرضوا له بعض الفتيات ممن تم القبض عليهن وهن يقاتلن مع داعش. عندنا حالات بالنسبة يحكيوا على حالة هذه التونسية غفران كذا، يقال أنه يتم يعني التعامل معهم بالطريقة التي استمعنا إليها في بعض التقارير. ما تقييمكم لهالكلام هذا؟ طبعا باش نوضح لك، أنا ما نبيش حتى نقول لك هذه فرصة، طبعا ما نبيش نقول لك أنا الكلام هذا ما هناكش من الأول أو ما فيش منه الكلام هذا من الأول. أنا نوضح لك طبعا من بداية العملية، من تقدمنا من كوبري سدادة لين دخلنا سرت، جثث الداعش ما يخلوش فيها، ينتشر في الجثث نتاعهم. داعش القتلى يقولوا فيهم معاهم، يسحبوا فيهم الجثث، ما يخلوش في جثث. الجثث اللي وجدناها بشرة سمراء أو مصريين أو ناس تقدر تقول ناس مرتزقة، ما همش عقيدتهم داعش، ما همش عقيدة داعش، ناس جايين مرتزقة يبوا فلوس، حربوا مع داعش بالفلوس. إلى تم محاصرتهم في منطقة بسيطة في حدود الكيلومتر، أصبحنا نجد في أشلاء داعش وجثث داعش نلقوا فيها موجودة. الأسرى ما تمش تسليم أنفسهم من أسرى من داعش إلا في خلال ممكن أسبوع أو 10 أيام فقط، لما المعركة عرفوا نفسهم أنهم هم مهزومين فيها. معركة خاسرة، معركة خاسرة بالضبط. طبعا لما عرفوا المعركة الخاسرة قعدوا يسوقوا في إعلامهم إن إحنا نقصف المدنيين، إن إحنا نفعل في كذا، إن إحنا نفعل في كذا. بالعكس، إن توا أعتقد اللي سلم من نفسهم من نساء 18 مرأة، في 18 مرأة سلموا رواحهم موجودات عند جهاز أمني في مصرات. عدد التونسيات اللي فيهم ما يسالش، قل لي على الأقل في هذه ما فيهمش تونسيات نهائي. فيهم من غينيا، فيهم من موريتانيا، فيهم من ليبيا. تونسيات ما سمعتش إطلاقا موجودات عند جهاز أمني معين. ما أعتقدش أن هالجهاز الأمني هذا بيفعل شيء بحيث أنه هو يتحاكم ويصبح في مشاكل ثانية. ولكن أنا بنقول لك هذه نتيجة هزيمة داعش. داعش شعروا بالهزيمة، أصبحوا يسوقوا في أمور إحنا ما نفعلوهاش، يعني تنفي أنه يجري. بالضبط. ولا هي من شيء منا إطلاقا، واضح. سيد نجاح، يعني اليوم تحدثت أنت عن افتعال داعش واصطناع صراعات وهمية، ولكن هناك مقاربات أخرى تقول لك يعني كيف تتحدث عن اصطناع صراعات والقضية الصراع الطائفي موجودة ومرسخة في المنطقة قبل داعش وما بعد داعش. نحن يعني منذ أسبوع أدلى رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس بتصريح يعني تعرض فيه لانتقادات كثيرة، تحدث على أن أصل المشكلة لولا استهداف الشيعة للسنة بالطرد وبالاضطهاد الذي مورس ما بقى مارسه النظام العلوي مثلا في سوريا لما كانت هذه الصراعات أصل. لماذا يعني نتحدث عن اصطناع مشاكل؟ المشكلة موجودة، مشكلة غياب ديمقراطية، غياب حريات. يعني لماذا تنفون هذا المشكل؟ لماذا تنفون هذا العمق؟ حتى لو كان يوجد عنصر التدخل الأمريكي، لكن لو لم تتوفر له الأرضية في هذه الأنظمة التي لم ترد أن تنفتح، التي قدمت لها فرص في الإصلاح في الانفتاح. الرئيس بشار الأسد أول ما جاء بشر بربيع دمشق، ولكن ربيع دمشق لم يتم إلا سنة ونصف فقط، سرعان ما أجهضت ورجع النظام نظاما مخابراتيا مغلقا على نفسه يقمع الحريات، إلى أن جاء هذا الانفجار. لماذا تنفون هذه المسألة سيد نجاح؟ أولا أنت قلت لماذا تنفون، هل أنا نفيت؟ عندما تقول أن كل شيء مصطنع وكل شيء قائم على المؤامرة الأمريكية. سيدي اسمح لي شوي. أولا الاختلافات بمجتمعنا كما في أي مجتمع آخر، في دول كتيرة فيها مش بس طوائف مختلفة، فيها قوميات متعددة. أكيد. يعني الهند، الباكستان فيها 250 لغة، فيها 250 قومية. أيمتى بيصير في صراع بيطغى هذا الصراع؟ وقت اللي ما بيعيد في دولة، تسقط الدولة وبيكون في جهات خارجية عم بتحرك نعرات وتغذيها. أصلا السني والشيعة في بلادنا موجودين مش من اليوم، موجودين من 1400 سنة بالضبط. هل كان هناك صراع يعني، أو هل أنه المطلوب ونحن في القرن 21 أن نخوض معركة صفين من جديد أو معركة الجمل من جديد؟ ما هذا الذي يجري؟ الذي يجري أن الغرب حرك هذه النعرات الطائفية عبر أدواته في المنطقة. يعني ما هي المشكلة بيننا وبين إيران؟ أنا لا أرى أن هناك مشكلة بين الأمة العربية وإيران. كيف ما فيش مشروع إيراني، ما فيش مشروع التمدد، ما فيش مشروع المصلحة القومية الإيرانية المغلفة طائفيا الآن وتتمدد يعني في نفس الشيء؟ سيدي اسمح لي شوي، يعني تنكون شوي متزنين. بدون ما أبحث بنوايا إيران، هل إيران قادرة على الاحتلال؟ في عالم اليوم هناك قوة واحدة قادرة على الاحتلال، هي الولايات المتحدة أو من تدعمه الولايات المتحدة. إسرائيل قادرة على الاحتلال بدعم الولايات المتحدة، لولا هذا الدعم لما كانت قادرة. أولا قبل أن أتحدث في نوايا إيران، هل إيران قادرة على احتلال أراضي عربية؟ إيران غير قادرة. أيضا مهما كان رأيك أو رأيي أو رأي آخرين في إيران، لا شك بأن لديهم قيادة تفهم في السياسة، لا يمكن أن تقدم على مغامرة هي غير قادرة على الاستمرار فيها. تصوير أنه في مشروع إيراني للسيطرة، هيدي من أجل الضحك على عقول الناس ومن أجل إزكاء صراع يشكل بديلا للصراع الحقيقي الذي هو الصراع العربي الإسرائيلي. أما عن موضوع الأنظمة، أنا أقول لو كانت الأزمة في سوريا هي المشكلة مع نظام، هذا لا يعنيني في شيء. هل إنه المسألة في سوريا هي مسألة الديمقراطية؟ لو كانوا اللي عم بيدعموا المعارضة المسلحة في سوريا تهم جدا قضية الديمقراطية، كانوا بدأوا بالدول الأكثر ديكتاتورية أو أكثر قمع. لماذا لم يبدأوا في السعودية؟ هل هناك ديمقراطية في السعودية؟ أكيد لا. على الأقل في سوريا هناك انتخابات نقابية. في السعودية حتى انتخابات للأندية الرياضية مش موجودة. إذا المسألة ليست مسألة هذا النظام أو ذاك. أنا لست مع أي نظام عربي. كانت سوريا في لبنان طوال 30 سنة. طوال 30 سنة أنا كنت في مجلس النواب وكنت أعارض السياسة السورية، ولكن أن أعارض سياسة سوريا أو النظام السوري شيء، وأن أعارض سوريا اللي هي وطننا شيء آخر. أنا كنت ضد صدام حسين، ولكن أنا كنت ضد غزو أمريكا للعراق. هنا يجب أن لا تلتبس علينا الأمور. هل إن الهجوم على سوريا على هذا النحو كان من أجل إنقاذ الشعب السوري من الديكتاتورية؟ هل كان الهجوم الأمريكي على العراق من أجل حقوق الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية؟ بالتأكيد قد يكون لا، ولكن حب نسألك سيد نجاح، لكن ألا تعطي أنظمة بسلوكاتها المسوغات للمؤامرة نفسها؟ أنا معك فيه مؤامرة سيد، ولكن معناها حين تم إطلاق الرصاص في درعا أو الرصاصة في درعا ضد المظاهرات السلمية المدنية، والعالم الكل شاهد أنه 2011 كانت مظاهرات سلمية مدنية، حينها لم تكن موجودة المؤامرة. يعني حينها كانت المخابرات تشتغل، المخابرات العسكرية وكل أجهزة وأذرع النظام الأمنية تشتغل في ذلك. يعني لماذا لا نلوم على الأنظمة التي تعطي مسوغات لهذا التدخل في نهاية الأمر؟ اسمح لي شوي، أنا بدي أسألك، هل كل الشعب التونسي راضي عن النظام في تونس؟ أكيد لا. أكيد طبعا. هل في ثغرات أو يرى البعض أنه هون في ثغرات، هون في أخطاء، هون في قمع، هون في إلى آخره، ولكن هل يبرر عدم رضا هذا أو ذاك عن النظام؟ هل يرضى هؤلاء بأنه تغرق تونس في حرب أهلية لأنه النظام أخطأ هنا أو ارتكب هنا؟ هذه ليست أخطاء، النظام في تونس بعد 2011 لا يطلق الرصاص على شعبه، يعني في كل الحالات مهما كانت اختلافاتك معه، اسمح لي شوي، مهما كان تقييمك ليه، لكن هذا إطلاق نار على ناس. اسمح لي شوي. إذا بدنا ناخذ تحليلاتنا وأخبارنا من قناة الجزيرة أمر، وإذا بدنا نشوف الواقع أمر آخر. كيف؟ إذا أنت اطلعت على أنا نقول لك في مقاربات. اسمح لي شوي. في الإعلام القطري والسعودي، حيث الديمقراطية على ما يرام في كلا البلدين، يقولون مثلا سقط 100 قتيل أو أكثر أو أقل قتلوا النظام، شوي بيتحدثوا كيف هن حققوا انتصارات على النظام. السؤال، هل إنه القتل الذي يجري في سوريا هو من قبل جهة واحدة؟ المسألة الثانية، لولا هذا العنف، أنا أنتقد النظام السوري، ولكن أي نظام، النظام السوري أو غيره، لا يستطيع أن يمارس مثل هذا العنف لو ما يكون رد على عنف، الذي بدأ بالتفخيخ، الذي بدأ بإطلاق النار. هو المجموعات المسلحة وهي التي جرت إلى هذه الفتنة، وهي التي أضعفت الحراك الشعبي الذي بدأ في سوريا. أنا مع شعب يطالب بحقوقه، يطالب بالإصلاح، يطالب بالديمقراطية، يطالب بمحاربة الفساد، ولكن سقط كل هذا عندما طغى العنف الذي مارسته مجموعات مسلحة. طيب، هذه المجموعات المسلحة من أين تأتي بالسلاح؟ هل إن داعش هي التي تصنع هذا السلاح؟ لا طبعا. لا. المجموعات الأخرى هل هي التي تصنع هذا السلاح؟ من الذي يمدها بهذا السلاح؟ هل يمكن أن يأتي إلى سوريا عشرات ألوف المقاتلين سرا وتسللا، أو إنهم يعبرون عبر حدود دول؟ طيب، تركيا ماذا تريد؟ السعودية عفوا، يعني يمكن هون خليني أذكر أنه بال2012 انعقد في تونس مؤتمر أصدقاء سوريا، كان بنتيجته إنشاء غرفة الموك بالأردن. غرفة الموك مين فيها؟ فيها الإسرائيلي والأردني والأمريكي والسعودي. هل إنه هودي عم بيقاتلوا ضد سوريا من أجل الديمقراطية؟ على فكرة كمان إذا سمحت لي، يمكن باغتنام مناسبة اليوم كان في عندي أنا والأستاذ زهير حمدي الأمين عام للتيار الشعبي لقاء مع الإخوة الاتحاد التونسي للشغل، وكنا عم نناقش مسائل المشرق العربي وخطورتها، وتقرر مشكورين الإخوة بالاتحاد التونسي للشغل عقد مؤتمر بشهر 12 بين الجبهة العربية التقدمية والاتحاد التونسي للشغل، مؤتمر لدعم سوريا. دعم سوريا مش مسألة دعم النظام، لأنه إذا الكل يعرف أنه إذا سقطت سوريا سقطت المنطقة كلها. يعني اللي بدي أختمه إذا سمحت لي، أنا كنت ضد النظام في لبنان. إسرائيل دخلت إلى لبنان سنة 82. هل أنه لأني ضد النظام هذا يبرر الالتحاق بالعدو؟ طبعا طبعا. في سوريا النظام بيختلفوا الناس بتوصيفه ضد مع آخرها، بدي أفترض أني ضد. لو كانت المسألة في سوريا، لو كانت الأزمة هي من أجل التخلص من النظام، أنا ما إلي دخلي. ولكن أن تكون المسألة التخلص من سوريا، وهون يعني وقت اللي حصر المسألة في سوريا، حصر الأزمة السورية بموضوع الديمقراطية، بتصور الأمريكان أصبح تبسيط. الأمريكان منن حريصين على الديمقراطية في سوريا ولا الإسرائيليين أكيد. وإلا لو كانوا حريصين بس يخلوا يقنعوا حلفائهم السعوديين أنهم يعملوا بس انتخابات لنادي كرة قدم. واضح. سيد نجاح واكيم، مشكور. سيد محمد، يعني مآل المعركة لهنا، هل يمكن أن تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، لأن الخوف كل الخوف أمام الوضع الغير واضح والمضطرب الآن في ليبيا، أنه نؤمن جبهة سرت فتعود من جديد جبهة صبراتة مثلا. هناك أحاديث الآن أن صبراتة قد تعرف عودة لنشاط الخلايا الداعشية هناك. ما هي طبيعة استقرار العملية السياسية في ليبيا مع ما تأتينا من أخبار من طرابلس؟ مش هذا موضوعنا باش نتحدثوا عليه، ولكن الحرب ضد سرت من المفترض، الحرب عفوا ضد داعش في سرت من المفترض أنها تكون يعني حمالة لأكبر التفاف وطني ممكن في ليبيا، لا نجده الآن. نتحدث عن حفتر في الشرق، نتحدث عن وضع ملتبس في طرابلس، نتحدث عن انفلاتات. كلامك هذا أول بيان قمنا به ورثناه، دعينا كل الشرفاء الليبيين إن يلتفوا على عدو واحد اللي هو عدو داعش. إحنا الليبيين ما عندناش عدو آخر، الليبيين عندنا عدو واحد اللي هو داعش، مفروض يوحدنا في الحرب عليه. ولكن الحمد لله حتى المعطيات المناطق المدن الغربية بالكامل عند التحقوا بجبهة سرت، وصحيح أن 70% أو 80% خذت الثقلة كلها مصراتة وشباب مصراتة، لكن جميع المدن في الغرب الليبي كلهم شاركوا في هالعملية هذه، وجميع المدن عندهم شهداء من رقدلين من زوارة. كم بلغ عدد الشهداء الآن في المعركة؟ إلى حد الآن الشهداء أكثر من 600 شهيد، 600 في المعركة، أكثر من 600 شهيد وأكثر من 3000 جريح. في حديث عن وجود دعم دولي في المعركة، هل تؤكد ذلك؟ فيه معناه حديث عن تواجد إيطالي، حديث عن تواجد غربي، فرنسي تحديدا. هو للأسف اللي تعاني فيه ليبيا الإذاعات الليبية، الإذاعات الليبية المحلية. في واحدة من الإذاعات في ليبيا ذكرت قالت 218 ولا 240 ولا كم جنود طليان وانجليز يحاربوا مع البنيان المرصوص، يسوقوا في اشياء ما تعرفش حتى منين جايبين هنا الامور هذه. طبعا احنا نفينا عديد المرات، وكل كل الصحف وكل الاذاعات، اغلب الاذاعات دخلوا الى سرت وشافوا سرت منو فيها اللي حارب، ولو فيها اي جندي اجنبي مش حيسترنا الإعلام الغربي ولا الإعلام الشرقي، راهم ذكروا وقالوا فيه جنود داخل الجبهة. ولكن الحمد لله على الأرض ما فيش ولا جندي أجنبي، كلهم قوات ليبية وشباب ليبيين بالكامل. واضح فيه مجموعة دعم لوجستي استخباراتي موجودين فقط، وليس لهم أي علاقة تؤكد فيهم مجموعة دعم لوجستي استخباراتي أجنبي. نعم، إيطاليا أو فرنسي، دعم لوجستي، لا مجموعة من بريطانيا ومجموعة من الأمريكان. دعم لوجستي لمراقبة الأهداف، لمدنا بالمعلومات ما يتعدوش الصبع اليدين. واضح. واضح. مشكور أستاذ محمد الغصري، ناطق رسمي لقوة البنيان المرصوص. مشكور جدا أستاذ نجاح واكيم السياسي رئيس حركة الشعب اللبنانية على هذا الحضور وعلى الاستجابة للدعوة. مرحبا بك في تونس ومرحبا بكم في تونس. طبعا أنا عندي ملاحظة بسيطة دقيقة في ثواني. لابد أن نشكر الشعب التونسي على استقبال الجرح البنيان المرصوص، وما فيش يعني نأكد للشعب التونسي أي إشاعة تصدر راهي إشاعة معادية للشعب التونسي والشعب الليبي. احنا أشقاء، أقرب الناس لبعضنا، احنا الشعب الليبي والشعب التونسي. أي إشاعة راهو تصدر إن فيه كذا، فيه اغتصاب، فيه أمور، راهي هذه إشاعات مغرضة، إشاعات تبي تفتب بين هالشعبين. وتحية كبيرة للشعب التونسي. شكرا، شكرا جزيلا لك. فاصل إشهاري ونواصل بقية محاور موضوعنا. مرحبا بكم للاستئناف في الحلقة بتاعنا هنا الآن اليوم الجمعة 21 أكتوبر. فرحان باستقبال الباعث القناة. سيد الباعث، شنو هذا؟ لا، مانيش باعث قناة. شو ماكش باعث قناة؟ خلينا هذا، تعرف مليح أنا مانيش باعث قناة. فما مجمع خاص نتاع الباعثين نتاع القناة، التحقت بهم، التحقت بنادي الباعثين أنت ولا؟ لا لا لا، أنا إعلامي يدير في قناة إعلامي يدير في قناة تونس تباع. معز بن غربية مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل اللي قاعدين يساعدوا فينا. عندنا مدة على الضوء والبلاتوات والكاميراوات. هذاك علاش أنا من راجع نهار الاثنين للتاسعة مساء قلت خلينا نترينا شوية نحضر هذاك نعملوا لونترينمون سيونس الأولانية. تعرف احنا لا فما لا حرية تعبير ولا خط تحريري مستقل في البرامج، باعت القناة كما بالظفر. باعت القناة توصيفية على الأسئلة هو اللي يدخل ويقرر وقتاش يحضر وفينا برنامج ويعطي الأسئلة مسبقا للمقدم تاع البرنامج. صراحه الورقه ما بهاللي نسيتها انا. عندي عبد الحق انا عندي منها نسخه. عندك منها نسخه. تقرير نشوفوا التاسعه مسيره بدات صغيره مرها عام ونص. الربيع يحبو على سقيه. نهار اثنين عنده حاجه جديده الربيع في فتره العمر هذايا. خلينا نشوفوا التقرير ونبداو النقاش مع معز بن غربيه مدير عام قناه التاسعه. أهلا وسهلا بكم في برنامج ضيف التاسعة. صارت نهار السبت في الليل رونديفو 9 على قناة التاسعة. السلام المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الخير الناس الكل، موعد جديد مع بعض الماتش. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التاسعة فوت. قناة التاسعة هذه المؤسسة الإعلامية التي بدأت نشاطها الرسمي منذ أبريل 2015 بعد تحصلها على التأشيرة الفعلية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري. التاسعة فتحت بيتها لأول مرة للمشاهد التونسي والعربي في رمضان 2015 من خلال باقة من البرامج الرياضية والمنوعات والسلسلات والمسلسلات المتنوعة لتحقق نسب مشاهدة جيدة فوق المأمول، وإن احتلت التاسعة المرتبة الثالثة وطنياً وسط إعجاب ومتابعة الجمهور لها. قدمت التاسعة الكاميرا الخفية، الطيارة، ثم قدمت الوجدة، ونجحت فيهم لتصبح القناة رقم 1 في إعداد وتنفيذ هذا النوع من البرامج وسط استحسان الناس، وتصدرت نسب المشاهدة. 8 مساء موعد قار لنشرة الأخبار اللي نافست بها القناة أهم القنوات الموجودة من ناحية الجودة والمضمون وتغطيتها لأهم الأحداث الوطنية والعالمية، وكانت من أهم تحديات التاسعة أمام غياب التنافسية في التجارب الإخبارية الموجودة. بعد رمضان 2015 تقدم التاسعة برمجة مختلفة ومتنوعة في رمضان 2016 بوليس في نسخته الثانية، سلسلة الرئيس 11/3 9/3 وغيرها من البرامج. برامج ومسلسلات ومنوعات كانت موجهة لكل عائلة ولكل فرد اختار التاسعة. بدأت القناة في بناء أرضية التقاء مع المشاهد التونسي بدرجة أولى، أرضية ثقة متبادلة ووفاء لشاشة وعدتهم بالانتماء إليها وأنها ستنتمي إليهم. التاسعة رغم صغر تجربة هذه القناة لكنها استطاعت أن تكون الاستثناء في مشهد إعلامي بعد الثورة، خاصة تعددت فيه المؤسسات الإعلامية وتنوع المنتوج المقدم للمشاهد، وهذا كما مثل إيجابية للساحة الإعلامية مثل أيضاً تحدي كبير لقناة حديثة الخطوات، لكن طموحها كبير لتكون منافسة وبجدارة لأهم المؤسسات الموجودة اليوم. اليوم قناة التاسعة تواصل تقديم المفيد وتعد ببرمجة متنوعة ومختلفة. اليوم التاسعة تراهن على الشباب وعلى الاجتهاد، تقدم لكم الأخبار الآنية والبرامج في شبكة جديدة لموسم جديد بدأت تتوضح معالم اليوم. مرحبا بيك مرة أخرى سيد معز. مرحبا يا سي وران. نبداو نحكيو على الشبكة ولا نبداو نحكيو على التاسعة قبل؟ كيما تحب. تعرف مليح أنه ما فما حتى سؤال مسبق تعطاه، تعرف مليح أنك حر أنك تسأل ما تريد، فقط قل لي شنو نلبس، الكاسكيت نتاع مدير العام القناة ولا الكاسكيت نتاع الإعلامي ولا الكاسكيت نتاع الصديق. خلينا معز بن غربية. لا يلزمنا نكبسوا رواحنا، لا أصدقاء لا شيء. تفضل سي وران. الحاجة بلاصتها. ما ندمتش على التاسعة؟ علاش ندمت على التاسعة؟ شيخ بالتجربة بتاع التلفزة مش سهلة التلفزة. لا مش سهلة، صعوبات كثيرة. ماهوش بالسهل انك تعمل تلفزة في تونس، ماهوش بالسهل زادة بانك تفرض نفسك في الساحة الإعلامية. فيها العديد من القنوات خاصة بعد الثورة، وفي مرشي صغير خاصة كي نحكيو على ليزانفستيسمون بيبليسيتير اللي ماشي وينقص وكل عام نظرا للصعوبات الاقتصادية اللي تعيشها البلاد، فإنه يصبح من الصعب إدارة قناة تلفزية. اليوم الحلم بالنسبة لي أنا مازال ما تحققش، لأنه تحقق كان في رمضان أنه تكون التاسعة في المراتب الثلاثة الأولانيين حسب بطبيعة ما بيهم وعليهم شركات سبر الاراء، ما دام فماش حاجه علميه ما عندنا حتى شيء اليوم نجموا ناخذوا به، الا اننا ناخذوا بالنسب المشاهده اللي يعطيوهم لنا. الثالثه في رمضان 2005، معناها وقت اللي بدات البث نتاعها 2015 والثالثه في 2016، سبقت قنوات عندها عشرات السنين متواجده، وهذا كان انجاز كبير ياسر بالنسبه لنا احنا. بقى فما مشكل، المشكل بانه القناه اصبحت تعرفوا كانها في رمضان فقط، لانه الثالثه في رمضان بعد تختفي بالنسبه للمشاهده وبعد ترجع في رمضان اللي من بعد. فالحلم والهدف اللي نسعى له السنه بالبرمجه الجديده هذه بان نرجعوا ثالثين على الاقل، اذا علاش لا الثانيين ولا الاولانيين، ببرمجه جديده مختلفه 100% تقريبا على برمجه تاع مناول في البرمجه الشتويه نتاع مناول. واضح. تحكي معك شويه سياسه، العباد خارج اطار معناها انها تخوض التجربه من الداخل، من الخارج. من الخارج من 2011 والناس تقيم الاعلام وفق مقولات ومقاييس واستقطابات وفرز. سمعنا اعلام العار. سمعنا اليوم الاعلام اصبح امتداد نيسيسيرمون للسياسه. انت تسمع الشيء هذايا. سمعنا الاصطفاف الاعلامي وراء الاحزاب. موجود. سمعنا لعبه التقاطع بين لعبه المال ولعبه السياسه ولعبه الاعلام. موجود. الناس من البعيد جزء على الاقل من الراي العام يتابع صحيح، ولكن يتحرك بكثير من فقدان الثقه تجاه الاعلام هذا. يقول لك اللاعب لا انتم التاسعه مثلا لهنا اصطفاف وراء مصالح معينه، اصطفاف وراء كذا، القنوات الاخرى كل قناه عندها لونها السياسي. انتم في مهب هالمقاربات. هو ليس من العيب ان تكون قناه تلفزيه، كل قنوات العالم تقريبا اغلب قنوات العالم عندها توجهات سياسيه وافكار وراها، معناها خلينا نتفقوا ساعه من دوم التفقين. الا الاعلام العمومي، الاعلام العمومي لانه مطالب بانه يكون على الحياد وبعيد على كل الاحزاب السياسيه. انا باش نرجع لك بسؤال ونعرف الاجابه نتاعك، انت تجاوب عليه بالحق لان حضرنا اللقاء هذايا ولا اتفقنا على اسئله ولا غيرها. عندك تقريبا شهر الان من انطلقت هنا الان، فماشي شكون دخل لك في العمل نتاعك، فماشي شكون طلب منك بانك تعمل حاجه هذه ضد هذا ولا تاخذ طرف مقابل طرف ثاني، فماش من المساهمين في القناه، لانه تقول باعث القناه عاده ما يكون باعث القناه اللي هو يكون اللي حاطط الفلوس هو اللي يحكم في القناه، وهذا مش صحيح. معز بن غربية ما عندوش فلوس باش يحط فلوس باش يعمل قناه، فماشي واحد من هذوما تدخل لك اللي في الخدمه نتاعك. هاو جماعه الاخبار يخدموا على روحهم بكل حريه، فوقتها الولاية خباب هذاك اللي ديما نحكي عليه، هذاك الوحيد نهار كل هاو تحر لي، هاو درشنو، هاو يهدد، هاو يرسل في رسائل بالحق. ايوه وقت اللي تقدمنا بالرخصه، وقت مطلب الرخصه للايكا، قلنا لهم احنا نحب نكونوا قناه كانها مرفق عام، كانه اعلام عمومي تحاول انها توصل صوت كل الاطياف السياسيه، ما عندهاش تحاول تكون على الحياد على جميع الاحزاب السياسيه وعلى كل ما هو سياسي او مال سياسي. خاصه المساهمين نتاع اللي في القناه لنهار تدخلوا بالطبيعه في امور تهم المانجمنت نتاع القناه، في بعض الامور الداخليه اللي عندها علاقه ربما بالمال وغيره، لكن ليس في الخط التحريري نتاع القناه اللي هو خط تحريري مستقل ومحايد وبعيد على كل الاحزاب السياسيه. يمكن الناس ما صدقتش الكلام هذا، واغلب الناس يمكن ما صدقتش، يقولوا هذا قاعد يسوق في روحه تو كذا. نهار الاثنين في 9 مساء ممكن نحكيو مثلا على الاكراد، وعندنا تقرير حصري مع البشمركة، مشينا في العراق، اول صحفي تونسي في قلب المعركه في الموصل، تو يقولوا القناه مولوها الاكراد. لو كان نعملوا حاجه مع احد فلول ولا طحالب الليبيه الموجودين في بلاد من البلدان العربيه، تو يقولوا ممول من نظام القذافي. لو كان نعملوا حاجه على الشيعة، ناخذ واحد شيعي على المباشر، تولي ممولة من طرف إيران. سهل هذا الكل، لكن الوقت برهان، الوقت هو اللي يخلي ربما ثقة تتبنى ما بين مؤسسة إعلامية وما بين المتلقي وما بين المشاهد. هذا ما نطلبه وما نتمناه، بأنه وقت بشوية قناة التاسعة بعيد على رمضان قاعدة تفك بشويه، قاعدين نشوفوا فيها في لي زوديونس ماشيه تطلع. عام بركه عملت ما بعد رمضان، تو هذا عامها الثاني ما بعد رمضان، اللي باش نحاولوا من البرمجه الجديده هذه انه نكسبوا اكبر عدد من المشاهدين، انه بالطبيعه مع ديما المقوله اللي ديما نقولها انا، نسب المشاهده لا تعني جوده البرامج. بامكان انه نعملوا نسبه مشاهده كبيره ياسر، اليوم 8.5 كان نحطوا فيلم اباحي حتى تتفرج في عدد المشاهدين والملايين اللي باش تتفرج في التاسعه اليوم في الليل. نسبه المشاهده لا تعني جوده المنتوج، باش نحاولوا انه يكون منتوج رزين وباهي يليق وفي مستوى المتلقي، في مستوى أيضا ما ينتظره المتلقي من 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 برامج التاسعة، دون أن ننزل بالمستوى إلى البوز الرخيص في محاولة رخيصة ربما، وفي محاولة بأي شكل من الأشكال أن نكسب أكبر عدد ممكن من المشاهدين. اتهمت التاسعة أنها عملت عملية ماركتينج بوز كبيرة أثناء الحوار مع الرئيس المرزوقي، تأجيل الحوار، خذوا هات، تصريح انها تسلطت عليها ضغوطات. ما صرحناش بالكل، فهمتش كيفاش البوز هذاك شنو حبينا نعملوا به؟ شنو حبينا نعملوا به البوز هذايا؟ يعني نردوا الناس تحكي على قناة التاسعة مثلا. احنا عملنا بيان وانت حاضر في الكتابة وصياغة البيان وساهمت فيه. بيان قلنا فيه اللي صار، لا تكلمنا، لا طلعنا في راديوات، لا طلعنا في تلفز، لا جيت انا في تلفزه وحكيت، لا عملت بوز ولا حبينا نعملوا بوز. لكن البيان معناها باش نذكروا انه تعمل بعد ما خرجوا الحراك شعب الإرادة ولا الإرادة حراك تونس الإرادة، وعملوا الكونفرنس دو بريس وجبدت فيها التاسعة. مش احنا اللي جبدنا هالموضوع، اللي جبده هو حراك تونس الإرادة، سيد عدنان منصر هو اللي جبد هذا الموضوع، فكان التفاعل نتاعنا بان عملنا ان كومونيكي دو بريس فقط، لأن ما حبيناش ندخلوا في عملية البوز هذه، ووقع تمرير الحوار مع السيد المنصف المرزوقي في وقتها. البرمجة الجديدة سيد معز بطبيعه مع تحيه الناس كل اللي مروا من التجربه هذه، هذايا انت اول حاجه اولى باش تحييهم، وانا ايضا فهمت الكرسي هذايا الناس كل عابرين منه. اول حاجه مهمه بانه فما حاجات فرضتها علينا بعض العوامل الخارجيه اللي خارجه عن نطاقنا. اولها انه الرياضه كانت وراهنت القناه على الرياضه في الموسم الفارط، كنا ناقلين، قناه ناقله للمباريات، كان عندنا زوج برامج رياضيه. اليوم اختارت الجامعه التونسيه لكره القدم انها ترفع في الاسعار بشكل انه خلى حتى قناه اليوم باش نرجعوا لما قبل جانفي 2011، حتى مش جانفي 2011 باش نرجعوا الى 2005 و2004 و2003 فين فما برنامج رياضي وحيد وقناه وحيده ناقله للمباريات. ما نعرفش هل الجامعه التونسيه لكره القدم ربحت من هذا والا خسرت، بالتاكيد لانه حنا بعل ما تشريش والحوار التونسي ما يشريش وقناه التاسعه ما تشريش، فانه الجامعه التونسيه لكره القدم ومنها النوادي، لانه الفلوس هذيا نتاع حقوق البث تمشي من بعد للنوادي، تتفرق على النوادي، هم الخاسرين في الاخير. فوقع بطبيعه التخلي على فريق الرياضه اللي يحب نشكرهم لانهم خدموا خدمه كبيره ياسر عملناهم، ما كانش من السهل نتاع برنامج يوم لحد بالامكانيات اللي عند قناه التاسعه، ما عندناش تلفزه الوطنيه، عندنا الكيران والحافلات وعندنا اذاعات جهويه تعاوننا في الجهات، فانه تمكن منه يعملوا برنامج رياضي نهار الاحد يعدي كل الاهداف وكل المباريات. شو بقى البرنامج نهار الاربعاء ونهار السبت، كان فما يا اما نواصلوا البرامج هذه والا نشوفوا برامج اخرى، فتم الاختيار انه نشوفوا برامج اخرى بالاقتناع بانه البرامج الجديده قد تكون دائما بالطبيعه ما نعرفوش شنو هي جماعتي بعد ما تفرج هو اللي باش يحكم، قد تكون افضل من البرامج اللي عادين. هذا لا يعني بالطبيعه بانه عملنا البرامج ما كانتش في مستوى الانتظارات، البرامج كانت جيده لكن ربما ما كانتش السيبل نتاعها كان صغير، ما كانتش السيبل اكبر لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. قبل ما نمر للبرمجه الجديده معز، ونحن نحكيوا على حكايه الكوره وحكايه الامكانيات وحكايه الواحد، حمله منذ تقريبا حوالي 3 أسابيع مع ناس ارتبطت اسمهم بنجاح القناه خاصه في رمضان، المخرج مجدي السميري والمجموعه اللي معاه، حملة كبيرة بقوسين يجينا مصطلحات كبيرة في الفيسبوك وكذا نتاع خلصونا في فلوسنا، هذه معناها جعلت التاسعة تلاحقها ضمن ما تلاحقها قضية وضعيتها المالية، قضية كذا، علاش ما خلصناش الناس، علاش، هل من توضيحات، سورتو أنه الإدارة تقريبا سكتت في الموضوع هذا. والله أنا اخترنا أن نسكتوا، لكن مادام سألت أتوا نجاوبك على هذا الموضوع. معناها نحب مجدي سميري شاب متميز، هذا خلينا نتفقوا فيه، اللي قدموا القناة التاسعة عجب كل المشاهدين، أغلب المشاهدين في شهر رمضان 2015 و2016 بوليس وبليلة الشك. مانيش هنا باش نقدح في إمكانيات مجدي سميري. ما قام به مجدي سميري صراحة أنا ما نحبش اليوم لا نزيد نفسر أكثر ولا حتى شيء، ويعرف مليح مجدي وماذا بيه لو كان يجي لتونس، لأنه يعني الآن بالتاسعة وبفضل ما قدموا في التاسعة أصبح مخرج مطلوب خارج تونس، فقام بتجربة في الجزائر، بوليس في الجزائر، وأيضا اليوم في مصر في إخراج مسلسل رمضاني كبير. فكما أعطاه هو للتاسعة كما التاسعة أعطاته هي أيضا الفرصة باش ينتج البرامج اللي تعدت في رمضان. مجدي زرب بيسر، زرب لأنه يعرف مليح بأنه أول حاجة العقد اللي يربطه ما بين التاسعة وما بين اندرجراوند سكيلز هي الشركه المنتجه يفرض عليه بانه يقدم لنا زوج برامج اخرين بخلاف بوليس اللي قدمه لنا في رمضان الفارط، وهذا ما صارش وما تمش. فزرب لانه كان من المفروض انه يقدم لنا البرامج هذه ومن بعد يقع استخلاص بقيه المعاليم اللي خذاها والمبلغ اللي خذاه مش لازم نقعد نقول فيه، ما نحبش نقوله، قالوا هو في كتب على الفيسبوك وقالوا في تدوينه من تدوينات نتاعو اللي طالب من مجدي انا تو الان بانه كي يرجع لتونس انا نتقابلوا، لانه بعد 9 أشهر من اللي فات رمضان حتى لو كان عنده الحق، ولو انه يعرف مليح بانه خالف العقد، حتى لو كان عنده الحق فانه رمضان مازال كيوفاه وعنده هو عنده مشكل مع تلفزه اخرى تحب من عندهم 300 مليون من 3 سنوات، ما فهمتش علاش نقز طول على قناه التاسعه. وهذا اللوم الشديد اللي اللوم فيه الان على مجدي من غير ما نحب ندخل لا في تفاصيل العقد ولا في غيره، نحب نخلي الامور جو نسولت با لافنير، بتاتر نعاودوا نخدموا مع بعضنا، مدد يدي ليه لاني عندي ثقه كبيره ياسر في الامكانيات نتاعو وفي ما يمكن يعملوا مجدي السميري، ونفضوا خلافاتنا في المكتب هنا في المكتب بتاعي مش على صفحات الفيسبوك. واضح. اش عندنا في البرمجه وما ادراك البرمجه؟ باش نبداو بنهار الأحد. نهار الأحد صغار 9 ترجع، صغار 9 البرنامج اللي شفتوها من اول ما بقى في البرمجه بعد ما ترنا شو برنامج للاطفال غنائي للاطفال يطلعوا يغنيوا ويقدموا بعض الاغاني وغيرهم. في الليل بروجيكسيون فيلم تونسي من هنا لاخر من هنا لجوان كل نهار الأحد عندنا فيلم تونسي، وبعد كل نهار الأحد عندنا فيلم تونسي. اي مكتبتك السينمائيه فيها تنجم تامن الشيء هذا؟ تامن. نحب نشكر كثيرا عبد العزيز بن ملوكه المنتج اللي مدنا بهذه الافلام اللي كل نهار الأحد عندكم عندنا. الرهان هذا شنو هو معز؟ معناها رهان معناها باقتناع ولا نتاع سد فراغات في الفيلم تونسي؟ خاطر التوا اللي رغم اللي انا نعرف في كراس شروط في علاقه باللايكا فما واجب تثمين العمل السينمائي التونسي وكذا بالضبط، انتم هذا اختيار عملتوه ولا سد فراغات؟ خاطر توا نشوف القنوات التلفزيونيه التونسيه تتعامل مع السينما كسد فراغات مش رهان. هو بالنسبه لنا احنا اختيار كان، لانه من واجب مؤسسات الاعلام انها تعاون السينما التونسيه اللي ما بين ظفرين نجم نقول لك تحتضر لعات القاعات التونسيه، ما عادش فما قاعات سينما. انا نعرف مدينه كي مدينه بنزرت مثلا كان فيها 4 قاعات سينما، ما عاد فيها حتى قاعه سينما، فكان اختيار منا احنا بان نشجعوا الفيلم التونسي، نعاودوا نعديوا الافلام التونسيه اللي شفناها من الكل احنا في السينما من عشرات السنين. ممنوع مع عماد دابور نهار الأحد يبقى زاد هو تحية زميلنا عماد دابور في لبنان. نهار الاثنين بطبيعة ما نحكي هنا الآن نعرفوا مليح من نهار الاثنين لنهار الجمعة. نهار الاثنين ونهار الخميس باش أمانهم أمينة بن دوة. تحية للأستاذة أمينة. أمينة بن دوة نهار الاثنين على الأقل هي تعوضنا. في المقابل برهان مسيس باش يكون حاضر في 9 مساء باش نبدلوا الادوار. بدلوا الادوار باش نرجع انا نمشي انا في مكاني الطبيعي اللي نعرفه مليح، وترجع انت في مكانك زاد اللي نعرف مليح، الاضافه اللي باش تقدم للتاسعه مساء ان شاء الله برهان مسيس. بعد عندنا مسلسل حدث تركي، مسلسل كبير ياسر. شنو حكايه المسلسل؟ مسلسل تركي كبير اسمه شارع السلام، من اكبر المسلسلات التركيه وانجحها، لقى نجاح كبير ياسر في تركيا، اسمه شارع السلام. في نهار الاثنين لنهار الجمعه توقيت البث 8:30 بعد الاخبار مباشره المسلسل. بعد المسلسل نلقاو نهار الاثنين 9 مساء. نهار 3 هو وهي برنامج اجتماعي تقدموا مريم بن حسين، ومون اسبوار اللي هو برنامج دورو لوكينغ تقدموا عائشه عثمان. نهار 4 سون فاسون مع امين جارة. نهار الخميس 9 مساء سون فاسون مع امين جارة. خلينا نقف عليها الحكايه هذه خاطر فيها رائحه المنافسه. علاش نهار الاربعاء بينك وبين جماعه الحوار التونسي؟ هو كي سالوه في الاذاعات ما حبش يقول، قال لا واختيارات القناه لا اجتهادات ولا اختيارات. هو يحب نهار الاربعاء هكا، قال لك اعطيوني نهار الاربعاء ريفونشار هكا، نحب انا البرنامج بتاعي مقابل برنامج كلام الناس على قناه الحوار التونسي اللي هو كان فيه. فقلنا له باهي خويا عندك نهار الاربعاء تفضل. انا شفت الديكور، اكتشفت البارح البرنامج، ما نعرفش كان عندنا صور للاجواء نتاع الخدمه على الاستوديو الكبير نتاع ما عندناش صور هكا، ما عندناش ظلام خاطر ظلامت الدنيا ظلامت. المخرج قال لي البارح عمل اول ريبيتيسيون، هو هل شكون ارتور التونسي حكايه حاجه تشبه لك حاجه تشبه لا فما كلام لا فم ديبا لا فم ضيوف جيو باش يتفرهدوا الناس وباش يلعبوا تتفرجوا البرنامج. نهار الاربعاء برنامج سون فاسون. قلنا نهار الخميس 9 مساء. نهار الجمعه عايشه برنامج منوعاتي في استضافه العديد من الفنانين، خاصه الفنانين العرب الكبار اللي عندك قائمه تنجم تسميها؟ مازال ما عنديش، ما نعرف انه فما رامي عياش مثلا باش يكون من الضيوف وغيرهم، من حسين الديك وغيرهم. تعرف مش مغروم ياسر بالغناء هذا، قديم شويه انا فريم قديم شويه. انا نجم نغشك ونقول لك خلف الله الخلصي معاهم مثلا الفنان هذاك المعروف. ونهار السبت ميغال وشو. ايش هي هذه حكايه ميغال وشو؟ ما نحبش نعطي برشا تفاصيل عليها ميغال وشو. الحاجه اللي نحب نقولها في انه البرمجه ما تبداش الكل مع بعضها، باش نبداو الجمعه الجايه 9 مساء وسون فاسون. الجمعه اللي من بعدها المسلسل وقت باش يبدا، الجمعه اللي من بعدها ينطلق بث معناها الاسبوع القادم. لا مش الاسبوع القادم، الاسبوع اللي من بعده، اللي بعده الاسبوع اللي من بعده يدخل المسلسل التركي، واللي من بعده تخلط بقيه يعني البرمجه كامله على شاشه التاسعه. وقتاش تكون كامله بجميع برامجها؟ نص نوفمبر تكون كامله على قناه التاسعه. الطموح في البرمجه هذه؟ الطموح هو انه كما قلت لك، الطموح والهدف انه كما عملنا في رمضان كنا 30، كما نعملوا هنا نحاول نكونوا 30 ونفرضوا رواحنا، بالرغم من انه احنا اصغر قناه تلفزيه واخر قناه تلفزيه وقع بعثها هي قناه التاسعه. القدره على صمود التلفزيون في الظروف هذه، ليندرا معز تعتقد انه الساحه بمقاييسها الاقتصاديه بمقاييسها الاستثماريه لا تحتمل اكثر من 3 قنوات نعتقد، وذاك علاش الهدف نتاعنا نكونوا في 3 الاولانيين، لانه ان نكونوا في 3 الاولانيين معناها نسب مشاهده عاليه، معناها ايضا اشهار واستشهار في البرامج التي تبث على قناه التاسعه، وهذا هو الهدف. انا لكن شخصيا لا اعتقد بانه المكان والفضاء والامكانيات الماديه الموجوده ولي بيدجي بيبليسيتير الموجودين الان على ذمه القنوات التلفزيه لا يكفي لاكثر من 3 قنوات. بالطبيعه ما نجمش نستقبل معز دون ان نحكيه على عودته هو شخصيا للشاشه بعد الغياب اللي الناس كل تعرف ملابساته وظروفه اللي اثار الكثير من الحديث والكثير من اللغط ومقاربات عديده وقراءات يعني حتى اشدها يعني خيالا. اليوم معز باش تدخل وباش تكون معناها مدير بالمعنى الكامل لحوار سياسي في الظرفيه السياسيه اللي موجوده فيها البلاد. تكون اصعب من الظرفيه السياسيه في حكم الترويكا قبل البرنامج. البرنامج ما ننساش مليح اللي عشناه ايامات الترويكا من ارهاب وغيرها من العديد من الاحداث الكبيره اللي عاشتها بلادنا، وتمكن البرنامج بانه يجمع السياسيين في طاوله واحده مع كامل اختلافاتهم الفكريه والسياسيه، وانه البرنامج ينجح. ما باش نحاولوا نعملوه باش نسيروا بنفس الطريقه اللي سرنا بها قبل، بنفس الافكار اللي هي انه نحكيوا على الاحداث، برنامج يهم الاحداث السياسيه، مش برنامج استقصائي وغيره من يهم الاحداث السياسيه الاخيره، وبحضور الاطياف السياسيه الكل، ويفتح المجال ويعطي الكلمه لكل الاحزاب السياسيه. الماده السياسيه من الواضح انه فيه تركيز الان على الماده السياسيه من خلال المساحه اللي خصت لها البرمجه من 6:30 حتى احيانا في بعض الايام كما نهار اثنين حتى نص الليل ولا حتى الكذا. وعندك الاخبار، الاخبار في تجربه الاخبار انا نحب نحكي يا معز ومن بعد نحكي على الماده السياسيه. تجربه الاخبار بالطبيعه، وتحيه لزميلنا مكي هلال اللي كان اضافه نوعيه للقناه، التجربه نتاع البي بي سي البريطانيه. الاخبار شنو مازال ناقصها في راي معز بن غربية؟ مازال ناقصها نتعاودوا بها الناس، مازال ناقصها نتعاودوا بها الناس. انا باش نعطي راي موضوعي، انا اعتقد بانه عندنا احسن نشره اخبار تاع 8 تاع الليل. طبعا نشاهد نشرة الوطنية ونشاهد نشر بقية النشرات ونشر قناة التاسعة، لكن أخبار راي القناة الوطنية الأخبار نحكيو على من وقت تأسيس نحكيو على 60 سنة توا، نحكيو على 60 سنة ولا 50 سنة أخبار أصبحت موعد يومي بالنسبه للمتفرج. والرهان بانه ما تنجمش في عام راهو الاخبار ولا في 9 شهور ولا في 8 شهور، كما قلت لك راهو بشويه بشويه القناه قاعده تحبو، مازال هذا الرضيع كما سميته انت مازال يحبو، مازال ما مشاش على ساقيه. ان شاء الله يمشي على ساقيه، كل ما نتمناه. احنا وفرنا كل الظروف لقسم الاخبار بانه يقدم نشره متميزه. معنا المكي هلال اللي يبقى نجم، مكي هلال معناها جاي من البي بي سي، عنده تجربه كبيره، تجربه الجزيره ثم تجربه البي بي سي. فبالنسبه لنا احنا كان رهان كبير ياسر، وسيتواصل هذا الرهان بالرغم، ونحكي معك بكل صراحه برهان، من النزيف المالي اللي نجم قسم الاخبار يكلف. لان الاخبار مكلفه، مكلفه ياسر الاخبار، كما الرياضه مكلفه ياسر وما تجيبش ما ترجعش الحق بتاعها. لكن احنا اخترنا بأن القناه تكون عندها جانب سياسي كبير، نظرا زاد لنوعيه الناس اللي تخدم فيها. تخدم فيها أنت، نخدم فيها أنا، نخدم فيها مكي هلال. فبالطبيعة ما نجموش نعملوا برامج اجتماعية، ولا عملنا قبل برنامج اجتماعية كانت تجربة الحق معاك في السابق. تشوف فيها الحق معاك في نسختها الجديده؟ شفتها، اي شفتها بالطبيعه. مانيش نقول لك كيما برشا ناس والله لا ما شفتش، لا شفتش كذا، لا 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 بالطبيعه. تحيه للناس كل اللي يخدموا لكذا، اللي اما الحق معاك نتاعنا خير، هكا الحق معاك نتاعنا خير هكا تشوفها. لانه في 2008 وفي 2009 كانت وقت اللي تحكي مع والي ولا تحكي مع معتمد ولا تحكي مع وزير بالشراسه اللي كنا نحكيو بها في الحق معاك، كانت اصعب بياسر من تو معتمد مسكين ياكل تريحه، ما عادش معناها حاجه كبيره ياسر وقت اللي تحكي مع والي ولا معتمد ولا وزير ولا غيره انك تقول انا قوي وانا باش نحكي معاه ونحاور وغيره وكذا. فصراحه انا رايي الشخصي يمكن ماهوش موضوعي بالكل، تجربه الحق معاكم تاعنا كانت افضل من الحق معاكم. واضح واضح. معز، يعني الماده السياسيه وحكايه التناول والتركيز عليها يعني ما تولكش مخاوف انه الرهان برشا على السياسه وعلى الماده السياسيه؟ جوستومون هذاك علاش بقيه البرمجه ما فيهاش سياسه. معناها بقيه البرمجه ما فيهاش سياسه بالكل، ما تلقاش سياسه، لا تلقى في سون فاسون، لا في هو هي، لا في عايشه، لا في ميغالوشو، لا في بروجيكسيون، ما تلقاش، ما فماش سياسه. فما ثقافه مع عماد دابور، فما سينما في نهار الاحد، فما مسلسل. معناها البرمجه راه انت فقط تغزر لها من الجانب السياسي، لكن هي كي نراها انا هكا كي نغزر لها الان 70% ما عندهاش علاقه بالسياسه. اخترنا بانه نمسوا لاميناجير عن طريق مسلسل تركي، نمسوا الناس اللي تحب المنوعات مع عائشه، الناس اللي تحب الضمار والضحك وتفدليك مع امين قاره. هذا هو معناها نعتقد بانه البرمجه ثريه، وعندي امل في انه باش تقبلها المشاهد. ناقصها لك البرنامج الغنائي اللي نعرف جيدا انك كنت تحلم بيه وحلمنا بيه جماعيا، على اغاني الزمن الجميل. نتسنى برنامج فيه نحكيو فيه على عبد الوهاب وعلى ورده، ونحكيو فيه على ام كلثوم، ونحكيو فيه على بليغ، ونحكيو فيه هذا هما المغنيين، مش المغنيين اللي قلتهم لي قبيله مجرد ولا ززمو. عندنا فيروز زاد هاو باش نسمعوها، باش نودوا الناس الكل على قصدي الاغنيه نتاعها. حضرت لنا شنو هي؟ كيفك انت؟ راجعين نفس اللي اخترتها انت للبرومو بتاعك. للبرومو بتاعي ما في باليش. كلمتك الاخيره معز قبل ما نعلمك بالخبر، راهو اليوم اجتمعنا الناس كله وتقرر تاسيس النقابه الاساسيه نتاع قناه التاسعه. فما حتى مش ندخلوا في المفاوضات، راهو ما فما حتى الاخ خباب هو الكاتب العام للنقابه. على فكره قلت لك علمتك من توا باش تحب تردوا في الويكاند هذايا. انا الكلمه الوحيده اللي نقولها اللي نحب نتوجه بها للمشاهدين، باني توحشتهم بصراحه، توحش البلاتو، توحشني نتلقى مع الناس. تو تقريبا 2 و9 شهور بالضبط، 2 و9 شهور من اخر بلاتو، وقلت بانه ان شاء الله نتلقاو في فضاء ارحب. اعتقد بانه الفضاء اللي باش يجمعنا نهار الاثنين انطلاقا منه سيكون ارحب من الفضاء اللي كنا فيه. وراجعين يا هوا فيروز. لكن نقول لكم انه زاد الموقع الخاص بقناه التاسعه اسبوع واسبوعين سيتحول الموقع اخباري في متابعه حصريه على مدار الساعه الدقيقه، على مدار الساعه يقدم لكم الماده الاخباريه. خليكم مع راجعين، وملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين نحن في 9 مساء. هنا الان مع امينه بن دوة، معز بن غربية في 9 مساء مع الأطلالتو العودة الأولى. إن شاء الله باش تكون نهار اثنين، تبقوا معنا، وإن شاء الله بقية متابعة شيقة لبرامجنا وبرمجتنا اللي تنطلق بداية من نهار اثنين. لكن تنجموا تبداو تتابعوا فينا من توا زاد. راجعين نودع زمان، من روح لزمان ينسى